يشتهي أن يأكل، هل أفضل له أن يأكل ويدع الصلاة في المسجد أو الأفضل أن يذهب الصلاة؟ إن كان يمكنه أن يصلي ثم يرجع ويأكل فهو أحسن إلى الصلاة الأخرى، لا بأس له أن يأكل. ولكن قالوا لنا إن هناك شيئا يزيل رائحة البصل، فيما سبق يقولون إن مضغ خوص النخل يزيل الرائحة، وأظن ما يخلو الوقت الحاضر من عقاقير أو أشياء تذهب فيها. أننا إذا أكله أكلنا، ولا إذا شرب الشاه المنعم أي يأكل ويزول. أي طيب، هذه فائدة. إيش يا طهنان؟ لكن هل الفائدة تبقى؟ أي هذه آدم إينا. إذا كان الدخان يؤذي أكثر من البصل فنقول لشارب الدخان لا تحضر المساجد. وهذه لو طبقناها لكان فيها حمل للمدخنين أن يتركوا الدخان.